لازم تكون عندك بصيرة. البصيرة هي الوعي الروحي. الوعي الروحي يجي من انك تقف تصلي وتقول له انا ما بفهمش، انت تفهمني، انا ما بعرفش، انت تعرفني. لانك انت الكلمة، والكلمة مين يفهمها؟ كلمة الله مين يفهمها غير الله؟ فانت تفهمها لي. انا يعني عملت كده، انا لما سبت بيتنا وطلعت دخلت الدير، لا كان لي اب ولا كان لي اخ ولا كان لي صديق ولا كان لي زائر بيزورني. قعدت اصلي اصلي واقول له يا رب عبد غشيم، انا مش متخرج من إكليريكية ولا متخرج من مدرسة لاهوتية ولا قريت لاهوت ولا اعرف اللاهوت حاجة، فانت علمني. انا يعني جاي لك وانت اللي تفتح قلبي وانت اللي تعلمني، فعلمني علمني. ولما علمني قد انتوا شايفين بكتوب واتكلم وعمل، ما حدش علمني، هو اللي علمني. فشوفوا انا جاي الدير ده وبنيته ليكم بقلياته وبالميدة الجميلة دي وبكل حاجة عشان تعملوا اللي عملته. فان كنت جاي الدير وسمعت عن واحد اسمه متى المسكين، فهو انا متى المسكين. بقول لك لا دخلت كليريكية ولا فتحت كتب لاهوتية ولا درست شيء أبدا، ولكن صليت صليت وقلت له أنت اللي تعرفني وأنت اللي تعلمني. وقعدت أقرأ الكلام اللي أنا بقوله دلوقتي، اللي يسمع كلام يؤمن بالذي أرسل. قلت الله، طب وهو بعد كده في حاجة؟ أنا أقرأ واسمع كلمة الله اخليها ترن في ودني وتدخل جوه قلبي. مرة في مرة لقيت الكلام بيدخل جوه قلبي مش جوه عقلي. من العسير علي معروف عني ان اعرف الآية دي فين، تقولي دي موجودة فين، اقول لك صدقني مش عارف، هي موجودة في الانجيل، انما مرقس متى لوقا يوحنا الله اعلم. يعني انما الايه دي اعرفها كويس جدا، ودقتها وشربت منها وكلت وشبعت. انما علشان احفظ الايه واحفظ السفر واحفظ الترتيب وادرس واكتب واسهر في الكتابه وهو ما بيجيبش حاجه، ما بيجيبش حاجه. ولكن تقرأ عشان تفهم، اذا قريت عشان تفهم هتفهم، اذا قريت عشان تعرف وتتعلم عمرك ما هتفهم. ده لغز مش لغز ده الدنيا. لو قريت عشان تتعلم مش هتفهم ابدا، ولكن لو قريت عشان هتفهم هتبقى علامة. يمكن قدرتوا تفهموها او تلقطوها الوقت، لان اللي يفهم يقدر يعلم، ولكن اللي يعرف ما يقدرش يعلم. يا ما ناس بتتكلم، ويا ما وعاظ، ويا ما مدرسين وخدوا ايه الشهاده الفلانيه والشهاده الفلانيه وطلع بره مكمل واخدوا بقى دكتور كبير جدا، وتقعد تسمع له ما تفهمش. وبعدين راجل امي او راهب امي او انسان بسيط شاب تسمعه قلبك يبتهج وتفرح فرح عظيم وتؤمن كل بيقول. ايه ده جه منين؟ جه من الروح. الروح يفهم القلب، انما ما يعرفش المخ.